دخلت ولا ما دخلتش؟ هيبان ياما وعاوزه الرضا وانا وافقت. مفيش رضا. قم قم، هتدخل عليها دلوقتي وتطمني، والا يبقى كلام الناس صح. كلام ايه ياما؟ فهميني. مفيش كلام ولا حديث، قبل ما تخش وتطمني. ياما ما تفوريش دمي. اشوف دمها، قلبي يهدى. غار عاوزك. قلت لك بالرضا وانت وافقت. راشد قدامي كان ولا مرة؟ قدامي شر. شر يا بنت اسماعيل؟ انا بقى هوريك الشر بدل الرضا مش نافع. يا انا انت لو هتاخدني غصب. هنشوف انا ولا انت. هكرهك ليوم الدين. محدش يفرق معايا اذا كنت تكرهيني او تحبيني. اقعد يا نزار. تحت امرك. اعذريني يا بنت الناس، اعذريني. طول عمري عايش وحدي، يا دوبك قعدت مع امي سنين قليله، واللي فاكره منها اجل. يوم ما قلبي اتشعلك، اتشعلك بأمل بعيد قوي، وانت جيتي مع راجل لا قلبه معاكي ولا قادر يسعدك. سامحيني يا بنت الناس. سامحاك يا جابر. أنا كمان قلبي مش قاسي وحاسس بيكي، ولو كان بمزاجي أنظار أنا كنت قربت. وانت حرة يا بنت الناس، هتستحمليني اللي انت عاوزاه. انا عاوزاك زي ما انت عاوز. بص، انت طول عمرك وحدك وغريب، وانا طول عمري من نخاس لراجل لنخاس لراجل تاني، كذا راجل، كل راجل سن وشكل وطبع ولون، حتى ما بقتش فاكراه. انت اول راجل اقعد معاه في حياتي ويبقى ملوش غرض مني، كان نفسي تحبني لكن حب حبك. خليني جارك. مبسوط؟ براحتك يا نظام، براحتك. هوديني في حالي لحد ما ربنا يزن. اهودك بس تاكل. ها خير؟ تمام. بنت بنوت. تبقى رحمة كداب. رحمة مين وجلتين؟ جلت اللي جلته. خلاص، ما دام عروستك زينة يبقى خلاص. ياما قولي لي جالت لك ايه؟ ما جالتش حاجة، سيبني في حالي. مش هسيبك ياما الا ما تقولي لي جالت لك ايه. هخش اشوف البنت. استني ياما، استني استني، هقول. سيبني اشوف البنت. يخيبك. سامحيني يا بنتي، سامحيني. برضو الرجاله تعمل كده؟ مش عند الحال البنيه كده ليه؟ حرام عليك. سامحينا يا بنتي، سامحينا. قولي لي سمعتي ايه عنها؟ ما سمعتش. غور. قولي لي بدل ما اجيب اجلها. اكتر من كده، ما انت جبت اجلها خلاص. هتقولي ياما ولا اكمل عليها؟ يعني اقول على حاجه ما حصلتش. دي مره مبهدلت، قالت ان مراتك عاشقه جابر، وده والحمد لله. شفت بعينك البنت نظيفة وبنت بنوت مليح. أما دول أحسن 100 راجل عندنا. دول اللي تعلموا زين يا شيخ العرب وتشكر فيهم. اسمعوني يا زين، هتطلعوا قرقوس على راس التزامنا وتعسكروا هناك. بلغني إن في خطر علينا هناك، فيه مماليك متربصة، عشان كده قلت ابعت رجالي، احسن رجاله عندي، تعسكر اسبوع تطمنوا على الاحوال. لو حد تعرض لكم وقدرتوا عليهم
هحطكم قدام الجيش على راس هورة كلها، وهديكم أرض لو قدروا عليكم الأسد اللي يفضل عايش منكم ما يرجعش عندي تاني، مفهوم؟ الشيخ زيدان هو رئيسكم، يلا توكلوا على الحي الذي لا يموت. يا اسماعيل جاهزين يا شيخ العرب. كم مملوك؟ 150 مملوك كلهم اشطر من بعض. عايز معركه كانها صح، بس ما قلت لك انا فهمت الشيخ زيدان من غير ما حد يموت لا من هنا ولا من هناك. انا اشوف هم رجاله ولا لا. فين جابر ابو الرباوي؟ ما جاتش يا شيخ. خير؟ مالكاش صالح؟ غار فين؟ طلع مع شيخ العرب وما رجعش. يبقى مصيره هيرجع. تؤمر بحاجة يا شيخ العرب؟ اطلع شوف وارجع. ثلاث ايام وعاشر مرة تشيع حد يروح ويرجع وما فيش حاجة. يكون شيخ العرب عاوز يعرف احنا هنستحمل الوقفة دي ولا تراي؟ ولا في مماليك ولا غير مماليك؟ حد قال لك انا عايز اعرف رايك ايه؟ لا بس هقول. حتى عمرك تقول وقف ساك. حاضر. ولا حتى حاضر عايز اسمعها. جايين ورانا كتير. يا روحكم يا روحهم. لا ما يرضيش ربنا ولا يرضي حد. قولي لابوها. وي اقول لابوها حاجات زي دي كيه؟ راجل يتصرف معاها. أمال الحريم هتتكلم في كده؟ أنا ما صدقت ربنا على الدلالة. ليه؟ ليلى بايرة ولا عانس؟ ده أبوها اسماعيل على سن ورمح وخالها شيخ العرب همام. أيوه بس مش عارفة حكايتها معقدة ليه؟ من الأول وهي مش سالكة معاها. حرام يا شمش الكلام دي. أمال إيه فهميني؟ أول راجل يسيبها في الجبل ويطير والتاني يبقى عامل زي الغول وينهاش هناش. ليه يا بوي؟ ملهاش ناس؟ كل الجوزك الأول سكت، كل الهمام أو كل أنا. مرة تعيسة دايرة تشمنع على بيتي يرضيك يا صالحة؟ عملت ايه المرة الملكومة؟ طول عمرها ما تهديش على صلاحها. العبدة حنة قالت لشاربان اللي عندي إنها سمعت رحمة هتقول لحمد بنتي مرات ولدك عشقة. هي قالت كده على بنت اخوي. هتشوفي تمن الكلمه دي ايه يا رحمه. انتي لمي دورك وطلي على بنتك. لقيت الحكايه زادت خدي بنتك في يدك واطلعي على بيتك وردي عليها بابك وقولي لابوها اسمعي الراجل مش هيسكت. هيتحضر يا ام العروسه. حضروا لك الكفن انت وولدك ان شاء الله يقطع اليوم اللي شفناكم فيه. ليه كده يا ام العروسه؟ جايه تشتمينا في بيتنا يا بنت عمي؟ واقلع عينك برضو بنات الناس تعملوا فيها كده؟ ليه ولدك مجنون؟ انا ولدي ما فيش اعجل منه هيتجلع مع عروسته كمان هنخش في جلع العرسان. يتجلع؟ يكسر عظمها ويضربها ويغصبها ويتجلع؟ ما عاوزين الجلع. سر المرأة مع جوزها
واللي يخش فيه بارد. صح، انا مره بارده اميره ميت بنتي عندي ناس ما عندهاش دم. يعني ده جزاتنا اللي لمينا عركم وسطرناه؟ ده حتى ولدي اصيل وسكت قال بنت عمي ما تتفضحش، راجل تاني ما كانش يقبل ان مرته تبقى عاشقه. يعني ما تتفرديش وتتني قوي، كان بنتك مش معيوبه. انت مين اللي معيوبه يا انتصار؟ روحي والله لك يا عم ركوب واضربك بيها على راسك وفي بيتكم. هتضربيني وفي بيتي؟ عشان متربيه بس هاتلك ولدك من ضرب المركوب من الحريم. وانت يا بنت خليكي في بيت جوزك، والمد يده عليكي تاني بسكين. مش هقولك تعالي معايا لا تفتكرنا من المعدة الخايفين. خليكي يا يتعدل يا تجيبي عشان